صباح الخير يا نسوان، اريد اقول لكم فشي عني. طبعا هذا محرم، لطمنا هسه وطبخنا وسوينا كل شيء، وجبتن عروس القاسم قبعتنها باخضر ولطمتن، وشاي العباس وزعتن، وهريسه وزعتن، وخلصت كل هذا زين. ورا هذا الحكي شنو؟ ورا هاي الاشياء كلها سويتوها شنو الموضوع؟ اريد اعرف، اريد افتهم، وعندي سؤال. انتوا تعرفون الحسين؟ ليش استشهد؟ انتوا عرفتوا الحسين طلع شو يسوي؟ انتوا تدرون بيه الحسين شنو؟ يعني راح انقتل على مود تلطمون عليه وتسوون جدر هريسه توزعوه؟ الحسين بابا، الحسين ثوره، الحسين ثائر، ثائر ثوره زين. واللي يحب الحسين لازم يقتدي به، مو قاعد يطبخ ويلطم ويصخم بوجهه ويقعد بالطين يطين بروحه، وايران تلعب جوله، تلعب جوله ايران به. هيهات منا الذله، مو هيهات منا الذله. يا لثارات الحسين، وين ثارات الحسين يابا؟ وين؟ ليش هسه هو الحسين لو عايش ما يروح عسل الخضراء يسقطها؟ لو الحسين عايش يرضى بهذوله؟ الحسين يقبل ايران تجي تجيب المخدرات علينا وتلعب بينا جوله، ويجون بحجه يزورون نفرك برجليهم ونعطيهم اكل ونقعدهم ونرقيلات، وزوجوهم نسوانكم هم بزواج المتعه بعد، وانتم تروحون هناك بفلوسكم الايران، تروحون تسوون عمليات وتتسوقون بفلوسكم، يهينونكم ويبوقوكم ويطيحون حظكم، وضربوا نسوانكم على الحدود، وانواع الفيديوهات شفنا كلها مذله. يا لثارات الحسين، وين ثارات الحسين يعني؟ وين؟ هيهات منا الذله؟ يا هيهات منا الذله عيني. اهل الذله، اهل الذله اقعدوا، اقعدوا، اصحوا يا شيعه، اقعدوا بحجه شيعه وسنه، ولكم لعبوا بكم جوله هذول الحراميه. هذول ايش منتظرين؟ منتظرين فتوى من يا ابو عمامه؟ من يا ابو عمامه منتظرين فتوى؟ من يا قواد؟ من يا حكومه؟ من يا سافل؟ من يا حرامي؟ مين فتوى؟ مين؟ ولكم الفتوى من الله، اخذوها من الله، من ضميركم، اطلعوا اصحوا، اصحوا كافي عاد. يا سنه، يا شيعه، يا هاي بابا، العراق راح ضاع من عندكم كله، راح ومن ايديكم كله، سلمتوا بيد الحراميه وخرب ايران، ايران عاهره والحكومه مالتنا قواده زين. فكافي قواده وكافي كلان خره، شويه حسوا على نفسكم. اذا انتم تحبون الحسين اطلعوا صيروا مثله، صيروا ثوار. الحسين ثائر، الحسين ما يسكت على الظلم زين. ولا والجبان المسلم ما يكون جبان، كافي جبن. الحسين مو راح استشهد ونذبح على مود تطبخوا له جدر مرقه وتوزعوه وتطينون نفسكم، كافي كافي عاد. خزي خزيتونه، خزيتونه، ترى انا شيعيه مو عبالكم انا سنيه وقاعد احكي زين. كافي فضايح وبس، حسوا على نفسكم وخلوا عندكم شويه غيره واطلعوا، اطلعوا. ليش هيك ايران تسوي بينا؟ ليش؟ ليش تقبلون هذول؟ هذول اللي هسه حاسبين نفسهم هم حكومه وبرلمان وما ادري شنو، اشو شفتوهم بعينكم بعد حراميه؟ وولائهم لايران مو ولائهم للعراق. اليهود العراقيين اشرف منهم. تعالوا شوفوا اكو فيسبوك، على اكو صفحه على الفيس يهود العراق، شوفوا شلون يبكون على تراب العراق، وشوفوا ولائهم للعراق، وشوفوا انتو حكومتكم، وشوفوا انتو ايش دا يسوون، ولائهم لايران. كافي ترى فضايح، كافي خزي. الحسين مو جوعان، الحسين بالجنه هسه، الحسين بالجنه قاعد ياكل ويشرب اشكال والوان. الحسين ما يريد الشوربه ولا يريد الهريسه ولا يريد التمن. الحسين ثوره، الحسين كرامه. كافي بعد، عيب، حسوا على نفسكم، وهاي فرصة اطلعوا بها الكاتف وكلكم سنة وشيعة وكل الاطياف، كل الاطياف اطلعوا. العراق ما يريد يروح من عندنا، ولا نسلمه بيد الملالي ولا بيد هذول الحرامية. احنا اهل الحضارة،
احنا اهل الثقافة، احنا اهل التاريخ، احنا اللي نصدق على الدول، احنا اللي كان المصري يشتغل عندنا والسوداني يشتغل عندنا وكل الدول تجي تشتغل عندنا يسترزقون. هسه احنا صرنا مطشرين بالدول وصرنا لاجئين؟ والله شنو عادل عبد المهدي، عادل زوية، نور المالكي، مدريانة عال عتيق، الايرانيين والمدري شنو، اهل العمايم. بابا يا عمايم عيني، انتو اهل العمايم هم يعني ذبوا عمايمكم وشدوا قرون بدال العمايم، لان ايران ايران عاهرة وانتو القواويد، واللي يتعامل ويا العاهرة بس القواد، بس القواد يتعامل ويا القحبة. زين، ايران قحبة وانتو القواويد، واللي يسكت هذا اكبر قواد، اللي يسكت على هذا على عرضه. ارضك عرضك، اذا تسكت على ارضك سكتت على عرضك. زين، واللي ما يطلع يدافع عن ارضه وعن عرضه هذا قواد. زين، هذا قواد. اخوتكم الشيعية رجاء، مع السلامه.